وللحديث أكثر معنا من الدمام ينضم اللواء مستور الأحمري الخبير الأمني والاستراتيجي. أهلا بك لواء مستور. إذن القيادة المشتركة للتحالف تحذر الميليشيات ومن يقف وراءهم بتحمل عواقب الاعتداء الفاشل بعد محاولة استهداف الأعيان المدنية والمدنيين. أهلين، مساء الخير لكم ولمشاهديكم الكرام. عملية استخدام الميليشيات الحوثية للطائرة بدون طيار اليوم هذا يعتبر تطور خطير. خطورة هذا التطور في أنه لو تم استخدام هذا الطائرات وهي تحمل متفجرات، إنما بوصولها بشكلها اليوم هي عبارة عن طائرة صغيرة ربما للاستطلاع أو للتصوير، هذا عملها الأساسي. ولكن الميليشيات الحوثية لم تكن تهدف إلى التصوير أو من هذا القبيل، إنما عملية استهداف مطاربها واستخدام أعيان مدنية واستهداف أعيان مدنية في مدينة جازان هو لمحاولة محاولة كسب إعلامي وإظهار إعلامي أمام الرأي العام العالمي وبأنه نحن هنا. هذه الطائرات لا تمتلك الميليشيات الحوثية منها أي خبرات أو أي شيء. الطائرات المسيرة بدون طيار هي تقنية وصناعة إيرانية. سنأتي لهذا المحور لواء مستور. أكثر من 30 نوع من هذه الطائرات. لواء مستور سنأتي لهذا المحور، ولكن دعنا نتوقف مع التطور الخطير الذي يقوم به الحوثي من استخدام الطائرات بدون طيار. برأيك كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر؟ التعامل سيتم تدقيق أكثر في أي أهداف جوية تتحرك في المجال الجوي من ألف إلى باء، وخاصة الطيران المنخفض، لأنه من الممكن استخدام مثل هذه الطائرات للمرور عبر الأودية وبين الجبال للوصول إلى أهدافها وتفادي شاشات الرادار. والخطوة الثانية هو تدمير القواعد والمطارات التي ممكن أن تنطلق منها هذه الطائرات. الخطوة الثالثة اللي هو قطع عملية التهريب عن طريق ميناء الحديدة التي تصل منها مثل هذا الإمدادات مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ والأسلحة والذخائر والمعدات الأخرى. هذا الثلاث خطوات هي خطوات مهمة في سبيل تجنيب المنطقة الحدودية من خطر استخدام مثل هذا الطائرات. لواء مستور، العقيد تركي المالكي أشار بأن بعد الكشف على الطائرة توضح بأن لديها خصائص ومواصفات إيرانية، إذا ما زال النظام الإيراني يخالف للقوانين الدولية. نعم، أنا مثل ما ذكرت أنا قبل شوية، إيران هي المصنع الأساسي لمثل هذه الطائرات، لأنه بدأت استخدامها أثبتت فعاليتها أثناء حرب أفغانستان والعراق، ثم تطورت من 2011 صناعة الطائرات بدون طيار، وبدأوا الإيرانيين في الإنتاج نماذج وعمل نماذج من هذه الطائرات حتى وصل عندهم أكثر من 30 نموذج. هذه النماذج بدائية وهي لتحقيق نصر معنوي مقابل النصر اللي تحققه القوات التحالف على الأرض. إحنا لا ننسى أن التحالف الآن يتقدم من ناحية صعدة، يتقدم في الشرق، يتقدم بإجازة اليوم بإجازة هذه الانتصارات لابد من التغطية عليها بأعمال أعمال عدائية بمثل هذه الطائرات ومثل الصواريخ. باستهداف مدينة الرياض اليوم. إذا كان معنا من الدمام اللواء مستور الأحمر الخبير الأمني والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.